لك مناس حشيبتك وصحة حشيبة كل مشاهدي قناة نسمة. احنا متواجدين الآن في قصر المؤتمرات هوني افتتاح الدورة 34 المهرجان المدينة اللي بش يتواصل إلى غاية 2 جويليا. المرة هذه وبصفة استثنائية في قصر المؤتمرات كانت الدورة هذه، وهذا يعود بطبيعة الحال للظروف اللي يعاني منها المسرح البلدي الآن من تصليح وترميم وما شابه. الافتتاح اليوم كان مع لطفي بوشناق ومازال متواصل إلى حد الآن، يعني سهرة 100% من الطرب. لطفي بوشناق جمع بين الجديد والقديم إلى جانب أنماط، يعني أنماط موسيقية متعدة. سمعنا المالوف، سمعنا الطرب، سمعنا أغاني وطنية ودينية، وسمعنا زادة أغاني تعود الجمهور يسمعها من لطفي بوشناق. ولطفي بوشناق أيضا يعني كان ما يقدمها الجمهور. الدورة هذه يعني والافتتاح هذا اليوم لاحظنا يعني حضور وإقبال بسيط، مش موجود عدد كبير يعني من الجمهور، يعني الإقبال تواصل حتى إلى حدود الساعة هذه. إلى جانب جماهير لطفي بوشناق شفنا زادة تواجد رئيس الحكومة الحبيب السيد، إلى جانب عديد من الوجوه السياسية، وجوه من مجلس نواب الشعب أيضا. شفنا زادة يعني وجود وزيرة الثقافة، كما زادة سجلنا غياب الفنانين، يعني ما شفناش فنانين جاوا باش يحضروا الافتتاح هذا وجاوا باش يساندوا لطفي بوشناق، يعني ما فماش فنانين اليوم. فما 5 عروض من مهرجان المدينة باش تواصل إلى غاية 2 جويليا، 5 عروض يعني موجودة في قصر المؤتمرات فقط، كما عرض صوفيا صادق اللي باش ترجع من جديد، وعرض الحضرة الفنان فضل الجزيري، والعروض الفنية الأخرى باش تكون موجودة داخل المدينة العربي، يعني شوارع المدينة باش ترجع تحفل في أيام رمضان بالإسطنبيلي وخرجة السيدي أبو سعيد وعروض السيرك. يعني حاجة نحب نأكد عليها اليوم اللي فما تعزيزات أمنية كبيرة، فما حضور أمني كبير خلال الدورة هذه وخلال الافتتاح هنا.